ما سبب انقسام إيرلندا إلى إيرلندا الشمالية والجنوبية؟ في الثالث من ماي من سنة 1921 وتحت سلطة القانون الإيرلندي قسمت إيرلندا فأصبحت الجزيرة الكبيرة تحت مسمى الولاية الحرة، وأطلق عليها هذا الاسم في السادس من ديسمبر سنة 1922، وانسحب البرلمان الإيرلندي الشمالي بعدها مباشرة، وأدى ذلك إلى انقسام الجزيرة الإيرلندية لتصبح قسمين منفصلين، إيرلندا الشمالية وإيرلندا الجنوبية. وإلى يومنا هذا لا تزال إيرلندا الشمالية تحتفظ بنفس الاسم وتعد جزءا من مملكة بريطانيا. أما إيرلندا الجنوبية فيطلق عليها الآن اسم إيرلندا فقط. وللتمييز بين دولة إيرلندا وجزيرة إيرلندا يطلق على دولة إيرلندا مسمى جمهورية إيرلندا. لكن ما هو سبب انقسام إيرلندا إلى شمالية وجنوبية؟ يعود سبب انقسام إيرلندا إلى القرن الثاني عشر، ففي هذا القرن هجم النورمانديون على إنجلترا واستطاعوا الاستيلاء على عرشها، كما أنهم خططوا للحصول على إيرلندا أيضا. فعمل هنري الثاني على تقوية الحملة الخاصة به ليقوم بمهاجمة الكنيسة الإيرلندية ويفرض سيطرته عليها. كان ذلك بموافقة من البابا أدريان الرابع، وتمكن هنري الثاني من أن يستحوذ على جزء كبير من جزيرة إيرلندا، وكان ذلك سنة 1171. بعد ذلك ظهر مسمى اللوردية في إيرلندا، حيث كان اللورد الإيرلندي يخضع لأوامر البابوية ويحصل على لقب ملك إنجلترا، لتكون هذه الخطوات أحد أهم الخطوات في نشأة السيطرة الإنجليزية على إيرلندا، ومن بعدها السيطرة البريطانية على الجزيرة. في هذا الوقت كانت إنجلترا هي المستحوذ والمسيطر الأول بشكل رسمي على جزيرة إيرلندا، لكن الحقيقة لم تكن كذلك. فبمرور الوقت وقبل حدوث بعض الأحداث التي غيرت في مجريات هذه السيادة، تقلصت السيادة الإنجليزية على جزيرة إيرلندا بشكل كبير. ما هي الخلافات الدينية بين إنجلترا وإيرلندا؟ يذكر أنه نشأت بعض الخلافات بين إنجلترا وإيرلندا متعلقة بالدين، أدت فيما بعد إلى تعميق الخلاف بينهم ومن ثم انقسام إيرلندا. فكل من الشعبين كان ينتمي إلى المسيحية الكاثوليكية، وذلك قبل ظهور البروتستانتية. وقد حدث اندماج بين النورمانديون وبين الإيرلنديين، مما أدى إلى حدوث انصهار للحضارات. وتأثر النورمانديون بحضارة إيرلندا بشكل كبير، وعلى الرغم من أن القوانين التي تم تشريعها في هذا الوقت كانت تحرم الزواج بين الإنجليز الذين يستوطنون إيرلندا وبين الإيرلنديين الأصليين، إلا أن هذه القوانين لم تكن تنفذ. وظلت السيادة الإنجليزية تنحصر شيئا فشيئا، حتى انحصرت في منطقة محدودة جدا من إيرلندا في أواخر القرن الخامس عشر. ومع بداية القرن التالي هاجمت مجموعة من قوى أوروبا الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لتشكل من خلال هذا الانقلاب اتجاه جديد يسمى الإصلاح البروتستانتي، ليكون بذلك فرعا جديدا من المسيحية. وعلى الرغم من أن كل هذه التغييرات كانت مرتبطة بالدين، إلا أن تأثيرها وصل أيضا إلى السياسة، وبالتالي انقسام إيرلندا، حيث انفصل هنري الثامن عن الكنيسة الكاثوليكية في أعقاب اعتراض البابا على زواجه من زوجة ثانية. فأسس هنري الثاني كنيسة إنجلترا، وبهذه الخطوة لم تكن ملامح السيطرة على إيرلندا واضحة، لأنها كانت تخضع للسيادة البابوية التي تنص على أن اللورد الإيرلندي هو ملك إنجلترا. وبعد هذه الأحداث قرر البرلمان الإيرلندي أن يقوم بتحويل ولاية إيرلندا إلى مملكة منفصلة، لكن يحكمها هنري الثاني أيضا مع مملكة إنجلترا، وستكون هناك مملكتان، مملكة إنجلترا ومملكة إيرلندا يحكمها هنري الثامن. وظلت إيرلندا تابعة للبابا ومخلصة له، وظل معظم سكانها يدينون بالمسيحية الكاثوليكية حتى بعد وفاة هنري الثامن وتولي إدوارد الثالث الحكم، ومن بعده ماري الأولى. وفي عهد جيمس السادس، الذي تمكن من الحصول على اسكتلندا في أعقاب وفاة إليزابيث الأولى، توج كملك لإنجلترا وإيرلندا واسكتلندا فيما عرف تاريخيا باتحاد العروش. وفي عهد جيمس الأول تمت زراعة جزء من شمال إيرلندا كإحدى الطرق لإخماد الثورة، حيث كانت هذه المنطقة التي تم زراعتها منطقة أولستر تحتوي على مجموعة من الإنجليز والإسكتلنديين، كما أجريت بعض الأعمال للإصلاح الزراعي في عدة مناطق أخرى. وبعد مرور سنوات تمكنت مستعمرات البروتستانتيين من الازدهار،
لتتمكن من الظهور في مناطق عديدة ناحية الشمال. بعد ذلك سيطر الإيرلنديون على إيرلندا، وتمكن البرلمانيون من العودة في سنة 1652، وذلك بعد حرب الإيرلنديون مع الأسكتلنديين والإنجليز التي بدأت سنة 1641 وعرفت تاريخيا بحرب الأحد عشر عاما. بعد هذه الحرب تمكن البرلمانيون من أن يقوموا بالسيطرة مرة أخرى، وكان قائدهم أوليفر كروم ويل الذي نصب نفسه لوردا لإنجلترا وأسكتلندا وإيرلندا بعد أن تمكن من القضاء على الملك تشارلز الأول من خلال إعدامه. واستمرت فترة حكم أوليفر لحين أن توفي في سنة 1658، ونتج عن ذلك أنه قد تم إنشاء اتحاد بين بريطانيا العظمى وإيرلندا ليشكلان معا المملكة المتحدة. حاولت إيرلندا عدة مرات أن تقوم بتأليف حكومة خاصة، لكنها لم تستطع فعل ذلك إلا بحلول العام الذي نشبت فيه الحرب العالمية الأولى، لذلك لم تكتمل إجراءات تأليف الحكومة الإيرلندية. وبعد هذا التاريخ بعامين اندلعت ثورة إيرلندية تنادي بضرورة تكوين جمهورية مستقلة لإيرلندا، ولقي العديد من الأشخاص مصرعهم خلال هذه الثورة ولم تكتمل، بل إنها انتهت بتنفيذ حكم الإعدام في قادتها واستسلام الثوار داخل البرلمان الإيرلندي. الحرب بين إيرلندا وبريطانيا. كان هناك حزب يدعى شين فين، وهو من الأحزاب التي نادت باستقلال إيرلندا. هذا الحزب كان يمتلك 73 مقعدا في البرلمان الإيرلندي، تمكن من أن يفوز في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، وقرر أن يستقل بإيرلندا كجمهورية لها برلمانها الخاص. وكان هذا هو أحد أسباب الحرب التي دارت رحاها بين قوات بريطانيا والجيش الإيرلندي فيما يعرف تاريخيا بحرب الاستقلال الإيرلندية. خلال هذه الأحداث ظهر قانون عرف بقانون الحكم الذاتي الرابع، كان في سنة 1920، وقد قسم هذا القانون إيرلندا إلى إيرلندية شمالية وإيرلندا جنوبية، اعتمادا على أفكارهم المختلفة في إيرلندا الشمالية التي كانت تدعم الاتحاد، بينما إيرلندا الجنوبية كانت تطالب بالاستقلال. وقد سن القانون في محاولة لحل النزاع داخل إيرلندا، وجاء نص هذا القانون أن تبقي إيرلندا تحت سيطرة الحكم البريطاني، لكن بدلا من وجود برلمان واحد فقط سيكون هناك برلمانين، البرلمان الأول في دبلن والبرلمان الثاني في بلفاست. وفي إيرلندا الشمالية تمكنت القيادات من تأليف حكومة ناجحة، لكن إيرلندا الجنوبية لم تنجح في ذلك، ودارت ريح حرب الاستقلال لمدة عامين ونصف تقريبا، وانتهت بتوقيع معاهدة تنص على شروط الاستقلال الإيرلندي الذي وضع إيرلندا تحت سيطرة الكيان البريطاني. شأنها في ذلك شأن أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وكندا، لكن هذه المعاهدة لم تكن سارية على شمال إيرلندا، فهي جعلت من إيرلندا الجنوبية فقط ولاية مستقلة. ونتيجة لهذه القرارات حدث انقسام أيضا بين سكان الإيرلنديتين، أو عفوا بين سكان إيرلندا الجنوبية نفسها، فمنهم من أيد هذه المعاهدة ومنهم من عارضها، وأجريت الانتخابات في سنة 1922 ليتمكن مؤيدي هذه المعارضة من حزب شين فين من الحصول على الأغلبية ب 58 مقعدا، في حين حصل من عارض على هذه المعاهدة 36 مقعدا فقط. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ونشبت حرب أهلية بين الفئتين، لأن المعارضين لم يتقبلوا الأمر ويأخذوا المقاعد الأقل في البرلمان، بل إن قائدهم استقال من الحزب وقرر إنشاء حزب آخر مستقل اسمه فينافول، ليكون لهذا الحزب شأن فيما بعد كونه سيصبح من أهم الأحزاب صاحبة السيطرة. جاء بعد ذلك الدستور الإيرلندي الذي كان يتضمن بين نصوصه التخلص من الأعلام البريطانية وإزالتها، وأجري استفتاء على هذا الدستور في سنة 1937، وتمت الموافقة عليه بنسبة أغلبية 56%، بينما تم رفض هذه المسودة بنسبة 43%. وبذلك تمكنت إيرلندا من الحصول على استقلالها وإنشاء دستور جديد خاص بها. الموقف الحيادي لإيرلندا في الحرب العالمية. عندما نشبت الحرب العالمية الثانية، قررت إيرلندا
أن تكون في موقف محايد لتمارس بذلك استقلالها بشكل كامل، لكن الأمور لم تنتهي عند هذا الحد، فظلت أعمال العنف سائدة في إيرلندا الشمالية، بل امتدت أيضا لعدة مناطق أخرى في إنجلترا وأوروبا، وذلك لأن البروتستانت كانوا يمثلون ما يقرب من 63% وكانوا يدعمون الاتحاد، في حين كانت نسبة 35% يدعمون جمهورية إيرلندا. وظلت هذه الخلافات مستمرة لما يقرب من 30 عاما، وذلك في فترة ما بين أواخر الستينيات وحتى أواخر التسعينيات. ويعد آخر فصل من هذه القصة هو إبرام اتفاقية الجمعة العظيمة التي احتوت تعديلا لدستور إيرلندا الجمهوري، ليتم حذف النص المتعلق بعدم مشروعية إيرلندا الشمالية باعتبارها جزءا من جمهورية إيرلندا، لينتج عن ذلك طرح فكرة تشكيل إيرلندا المتحدة بصفة سلمية، ليتم إجراء استفتاء حوله بشرط ألا تعارض بريطانيا في حال كانت الأغلبية توافق على الانضمام، لتكون اتفاقية الجمعة العظيمة بإسدال الستار على العنف الذي استمر لسنوات والذي نجد آثاره واضحة في هذه الأيام. ففي هذه المناطق توجد جدران بنيت خصيصا للفصل بين المجتمعات الكاثوليكية والبروتستانتية، لكن هذه الجدران من المخطط أن تزال بشكل كامل في سنة 2023. يذكر أن اتفاقية الجمعة العظيمة قد تم إبرامها في سنة 1998، وبهذا نكون قد قدمنا للمشاهدين المعلومات التاريخية والاختلافات الدينية والسياسية التي أدت في النهاية إلى انقسام إيرلندا إلى جنوبية وشمالية.